المهدي من غيره، ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات. التفاسير تقول بالبينات يعني بالمعاجز. كل الأنبياء وكل الأئمة لهم معاجز عليهم السلام. يقول الإمام الرضا: إن المهدي تطوى له الأرض ولا ظل له ولا يهرم بمرور الأيام. أبو بصير يقول: قلت للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قلت له: يا ابن رسول الله، بما يعرف الحجة؟ قال له: شلون أعرف المعصوم؟ المعصوم شلون أعرفه هو هذا حجة الله؟ قال له: يعرف بأمور أو بخصال. قال له: أولاً بشيء تقدم من أبيه فيه وعرفه للناس، نص الأب على الإبن، ويسأل فيجيب، ويسكت عنه فيبتدئ، ويخبر الناس بما في غد، ويكلم الناس بكل لسان.